توج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بطلا لسباق المجر الدولي لمسافة 120 كيلومتر في آخر تحضيرات سموه للمشاركة في بطولة العالم القادمة التي ستقام في فرنسا خلال شهر سبتمبر القادم. تابعت فخامة كاتالين نوفاك الرئيسة السابقة لجمهورية المجر مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في السباق، واستطاع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن ينهي مراحل السباق بنجاح بزمن وقدره 7 ساعات و22 دقيقة و59 ثانية، حيث شهد السباق مراحل قوية نظرا للأرضية الصعبة، لكن سموه تمكن من إنهاء المراحل بنجاح وبجدارة واستحقاق. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذا الانتصار والتتويج بالمركز الأول حافز كبير قبل بطولة العالم القادمة التي ستكون أكثر صعوبة وتنافسا على المراكز الأولى، مبينا سموه إلى أن سباق المجر الدولي واحدا من السباقات الصعبة على الساحة الأوروبية في ظل الأرضية الصعبة في عدة مراحل. أوضح سموه أن سباق المجر كان آخر التحضيرات الأوروبية للفريق الملكي للقدرة قبل المشاركة في بطولة العالم. أشاد سموه بالتنظيم المثالي من الاتحاد المجري للفروسية والكوادر البحرينية التي شاركت في التنظيم واللجان التحكيمية والبيطرية والفنية، مشيدا في الوقت ذاته بالمشاركة البحرينية عبر تحقيق المراكز الأولى في السباق هذا. وتسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كأس المركز الأول من السيدة أورشيديا مايهوك ممثلة الاتحاد المجري للفروسية والسيد ديفيد من الاتحاد المجري، فيما جاء فارس الفريق الملكي محمد عبد الحميد الهاشمي في المركز الثاني وزميله في الفريق عثمان عبد الجليل العوضي في المركز الثالث.